اسامي سيرك لو فريد يس ار وذ يونيفورم ديستريبيوتد نت بوزيتيف تشارج كيو از سنترد ات ذا اوريجين از شون درايف ان ايكويشن فور ذا الكتريك فيلد ات ذا اوريجين. وبيقول لي الاول رايت ان الكتريك فيلد اوف لينير اليمنت دي ال اند نوتس ذات ان الدي ال دي بتساوي ايه؟ بتساوي الار في الدي ثيتا. طب احنا عارفين ان اللمدة بتساوي الكيو على الطول. احنا عندنا كيو وعندنا نص دايرة، يبقى كيو على مش 2 باي ار، لا بس باي ار، وحيط الدايرة 2 باي ار، هناخد بس باي ار، يبقى دي اللمدة. طيب الدي اي بتساوي ايه؟ بتساوي كي في دي كيو على الار تربيع، يعني هتساوي الكي. الدي كيو عبارة عن ايه؟ عبارة عن الشحنة الموجودة على الدي ال، يبقى اللمدة في الطول، الطول اهو اللمدة كيو على باي ار، والطول بتاعنا قلنا ار دي ثيتا، يبقى دي الشحنة تقسيم المسافة من هنا لهنا ار تربيع. كمان عندنا الاتجاه، احنا في كوساين وساين، دي ايه اهي، لو حللت كده الثيتا اهي، لو حللت كده كوساين، حللت كده ساين، احنا عايزين اتجاه مين؟ طبعا احنا عارفين ان ده شويه دول يضيعوا شويه دول، فنقدر نقول ان الاي اكس بصفر على طول، الاي اكس بصفر لان النص ده يضيع النص، لكن كلهم يتجمعوا في اتجاه الماينس واي، فهقول ساين ثيتا بس بالاتجاه لتحت ماينس، لان كلهم في اتجاه الماينس واي. اذا الاي بقى عبارة عن، طلع الثوابت بره، الار راحت مع الار، كي كيو دول ثوابت، باي ار تربيع ثابت، يبقى والناقص برضه نطلعها بره، يبقى تكامل الساين ثيتا دي ثيتا من صفر لغاية باي يساوي ماينس كي كيو على باي ار تربيع تكامل الساين ماينس كوساين ثيتا من صفر لغاية باي اللي هي 180 درجة. الماينس تطلع مع الماينس تبقى كي كيو باي ار تربيع كوساين 180 ناقص واحد، وكوساين الصفر برضو واحد، فماينس واحد ماينس واحد يبقى اتنين، هتبقى اتنين كي كيو تقسيم باي ار تربيع. طبعا اتجاهها فين؟ اتجاهها لتحت، انا هحط الماينس اهي واقول تساوي اتنين كي كيو على باي ار تربيع في اتجاه الماينس واي، وده الماجنتيود وده الاتجاه، او تسيبها كده.